إذن السلام عليكم ورحمة الله الإخوان. يعني بعد غياب حاولت باش نجي باش نكملوا الأسئلة ديال اللي كتحط في الامتحان. إذن الإخوان باش ما نطولش عليكم، ما تنسوش يعني تشاركوا القناة ديالنا مع الأحباب ديالكم، وما تنسوش أنكم تدعمونا بجيم والاشتراك في القناة باش والضغط على زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. والإخوان حنا دائما كنتسناو يعني التعليقات ديالكم باش يعني نحسن حتى حنا من المستوى بإذن الله. إذن الإخوان يعني باش ما نطولش عليكم نبداو بإذن الله. يعني بالنسبة لهاد الحصة غادي يكونوا فيها يعني الأسئلة كتتعلق يعني بالإسعافات. إذن أول سؤال كيقول لي هذا الجارح الفاقد للوعي فضية صحيحة؟ نعم الإجابة واحد، لا الإجابة جوج. هنا الإجابة الصحيحة هي الرقم واحد. هنا بالنسبة لهذا الجارح راه ناعس على جنبه اليمن، لأن الوضعية الصحيحة باش للمصاب يعني كيكون يعني كنعس على جنبه اليمن. عندي هنا نطلب الإغاثة كي يعني نعطي المكان بالتحديد اللي وقعت فيه الحادثة واحد، عدد المصابين الإجابة جوج، أسماء المصابين الإجابة ثلاثة، نوع العربات اللي دارت الحادثة الإجابة أربعة. هنا الأجوبة الصحيحة هي الإجابة واحد وجوج وأربعة. هنا نشرح هذا. عندي هنا باش نطلب الإغاثة كي يعني نعطي المكان بالتحديد اللي وقعت في الحادثة. نعم أنا خاصني نعطيهم البلاصة فاش وقعت الحادثة، يعني نستعين بالسيوا ولا بالبلايك باش نعرف المكان. عدد المصابين يعني انا خاصني نعطيهم عدد المصابين، لان كاين واحد السؤال كيقول لي واش نعطيهم عدد المصابين يعني الناس اللي داروا حادثه او عدد السيارات. انا ما كيهمنيش عدد السيارات، لان اشنو هو اللي كيهمني؟ كيهمني عدد المصابين. اسماء ديال المصابين لا، ما عنديش يعني علاقه باسماء المصابين. نوع العربات اللي دارت حادثه بالنسبه لهذا الجواب راه صحيح في كدروسه. حنا كنعرفوا بان الجواب الصحيح هو صنف العربات. يعني ملي كنقولوا صنف هو مثلا كنقولوا طوموبيل مع كاميو مع ارموك، هذا هو الصنف. اما النوع بحال قلنا مثلا النوع ديال الطوموبيل داسيا مرسيدس وهكذا، ولكن بالنسبه لكود الرسو يعني بالنسبه لهم هما كيعتبروا بان نوع العربات اللي دارت حادثه الجواب صحيح. اذا باش ما تمشيش لان النقطه خصني نختار نوع العربات اللي دارت حادثة. إذا الأجوبة الصحيحة واحد وجوج وأربعة. المعاينة الودية كتستعمل في الحوادث اللي كتخلف أضرار مادية الإجابة واحد، أضرار جسمانية الإجابة جوج. هنا الإجابة الصحيحة هي الرقم واحد. هنا سولوني قالوا لي واش الكوسطة فاش كتستعمل يعني في الحوادث اللي كتخلي واش أضرار مادية يعني بين طوموبيل وطوموبيل، ولا جسمانية يعني دخل فيها البشر. حنا غنجاوبو بالإجابة واحد أضرار مادية. عندي هنا سيارتي المصدومة كتشكل خطر على حركة السير، واجب عليا نعمر بسرعة المعاينة الودية الإجابة واحد، نبدأ أولا بتأمين سلامة حركة المرور الإجابة جوج. هنا الإجابة الصحيحة هي الرقم جوج. هنا يعني وقعت حادثة، واش خاصني نعمر يعني حديثة يعني سيارتي مصدومة يعني طرات لي حديثة مع شي شخص آخر، واش نعمر بسرعة المعاينة الودية؟ أنا هذا ما غاديش نختاره. أول حاجة خاصني نديرها دائما خاصني نبدأ أولا بتأمين سلامة حركة المرور. خاصني نأمن يعني خاصني نحمي مكان الحديث يعني باش نبين باش ما طرش ماشي حديثة أخرى. هنا منين تواجد أمام مصاب فاقد الحركة كنراقب التنفس ديالو واحد، كنتخلص من جميع الأشياء اللي كتمنعو من التنفس الإجابة جوج، كنضربو على وجهه باش يفيق الإجابة ثلاثة. هنا الإجابة الصحيحة هي الرقم واحد وجوج. عندي هنا في هذا السؤال منين تواجد أمام مصاب فاقد الحركة كنراقب التنفس ديالو. نعم يعني خاصني نراقب التنفس ديالو يعني واش باقي يعني كيتنفس يعني ياك ما مات ولا شي حاجة. كنتخلص من جميع الأشياء اللي كتمنعو من التنفس. نعم يعني مثلا شي حاجه اللي غتخنقه وغتمنع لانه يتنفس خصني نحيدها، مثلا شي كرافطه يعني ولا دير شي يعني شي شد على مدور ولا عنق ولا شي حاجه. اذا هاد الحوايج اللي كيمنعهم من التنفس خصني نحيدهم.
كنضرب على وجهه باش يفيق؟ لا، ما كنضربوش نهائيا، لان ممكن انني نجي نضرب شي واحد ونصدق يعني قاتله بديك الضربه. اذا الاجابه صحه واحد وجوج. للقيام التنفس الاصطناعي هذه الوضعيه صحيحه؟ نعم الاجابه واحد، لا الاجابه جوج. من الواجب النفخ من 8 الى 10 نفخات في الدقيقه؟ نعم 3، لا 4. هنا الاجابه الصحيحه هي 1 و4. اذا للقيام التنفس الاصطناعي حنا كنعرفوا بان الوضعيه الصحيحه هي ملي كتحط في الوضعيه الجانبيه، ولكن باش نقوم انا بالتنفس الاصطناعي يعني نفخ على فمه وهذا، ويعني هذه الوضعيه كتكون صح، هذه هي الوضعيه الصحيحه. اذا بالنسبه للتنفس الاصطناعي راه كنعسو على ظهره، يعني كنرفع العنق ديالو، كنحلي الفم وكنسد المناخر يعني باش نقوم بعمليه التنفس الاصطناعي. هنا من الواجب ننفخ من 8 الى 10 نفخات في الدقيقه، انا كنقول لهم لا. انا دائما كنعرفوا بان بالنسبه يعني الشخص البالغ راه عدد النفخات راه من 12 ل 15، ماشي من 8 ل 10. وبالنسبه للطفل الصغير كيولي كيدوبل العدد، عنده كيوليو من 24 ل 30. اذا نعود بالنسبه للشخص البالغ يعني الانسان الكبير، خصني باش الى بغيت ندير مثلا التنفس الاصطناعي خصني ننفخ ليه عدد النفخات خاصو يكونوا من 12 ل 15، وكيكونوا قويين يعني مفرسين واحد شويه. اما بالنسبه للدري صغير كيدوبلها العدد، ماشي كيكون عدد قليل، كيدوبلها وكيوليو من 24 ل 30، ولكن هما بالنسبه للنفخات كيكونوا يعني ما كيكونوش فورس، يعني ما خصنيش نفورسي. اذا الاجابه صحه 1 و4. في حاله وقوع حادثه تامين المسؤوليه المدنيه كيعوض على الاضرار اللي تعرض لها المسؤول عن الحادث؟ الاجابه واحد، ضحايا الحادث الاجابه جوج. الاجابه الصحيحه هنا هي الرقم جوج. عندي هنا في حاله وقوع حادثه تامين المسؤوليه المدنيه، خصني نعرف اشنا هو تامين المسؤوليه المدنيه. تامين المسؤوليه المدنيه هو التامين الاجباري، دائما التامين الاجباري راه كيعوض ضحايا الحادث. مثلا انا عندي تامين اجباري وتسبب في حادثه، انا ما غاديش نتعوض، شكون اللي غيتعوض؟ هذاك داك الضحيه ديال الحادث. اذا عندي هنا في حاله وقوع حادث تامين المسؤوليه المدنيه كيعوض على الاضرار اللي تعرض لها المسؤول عن الحادث؟ لا، يعني بالنسبه للمسؤوليه المدنيه هو التامين الاجباري راه كيعوض ضحايا الحادث. هنا هذه الطريقه كتساعد باش نحدو من النزيف. نعم الاجابه واحد، لا الاجابه جوج. هنا الاجابه الصحيحه هي نعم. بالنسبه لهذه الطريقه يعني كتساعد باش نحدو من النزيف ديال المعني شي واحد كينزف يعني كيتخو من الدم مثلا في يدي ولا شي حاجه، يعني ملي كنجي كندير شي كنشوف شي مثلا شي يعني شي ضماده ولا شي حاجه كنحطها على الجرح. وهنا هاد الوضعيه دي راه كتساعد باش نحدو من النزيف. عندي هنا المعاينه الوديه ما كتكونش صالحه الا اذا كانت موقعه من طرف السائقين بزوج. نعم الاجابه واحد، لا الاجابه جوج. هنا نعم الاجابه واحد، لا الاجابه جوج. هنا الاجابه الصحيحه هي الاجابه واحد. هنا سولوني قالوا لي المعاينه الوديه الكونستات، يعني الكوستا كما كنقولوا ليها الكوستا. قالوا لي هاد الكونستات هي ما كتكونش صالحه الا اذا كانت موقعه من طرف السائقين بزوج، يعني هي ما غتكونش صالحه، ما تكونش يعني صحيحه حتى يسينو فيها السائقين بزوج. غنقول لهم نعم، لان الى سينا واحد وما سيناش الاخر راه ما يمكنش ليها تقبل، يعني غيقولوا لنا بان انتم ما متفقينش على ديك المعاينه اصلا. اذا الاخوان باش ما نكثروش غادي يعني غادي نحبس هنا، يعني غادي نحاول يعني وصلوا للميساج على انني ما نبقاش نكثر يعني بحال كنشوف الاغلب. وحتى انا لاحظت بان الاغلبيه ديال الاخوان اللي كيشرحوا يعني بالنسبه لهذا لي فيديو كيكون كثير، يعني ملي كيكون فيديو كثير يعني كيصعب على الواحد يتصنت لهذا الفيديو. اللهم فيديو غيكون كبير نجي نقسمه ندير فيه في كل فيديو 10 دقائق راه احسن. اذا الاخوان نكتفيو بهذا القدر، وما تنساوش تدعمونا الاخوان، وما تنساوش الاشتراك في قناة كود الباز.